معلش، الأخبار قليلة أوي الفترة دي بسبب الحروب اللي في العالم كله. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها، ولكن في الأول حسبي الله وكفى في اللي بيحصل في غزة. أول خبر معانا بيقول إن شركة أكسيون سبيس هتعمل مهمة جديدة لمحطة الفضاء الدولية، ودي المهمة التالتة لشركة أكسيون سبيس، وهتنطلق في شهر 1 الجاي، وهتحمل رواد فضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. هيتم إطلاق المهمة على متن المركبة الفضائية كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس على متن صاروخ فالكون 9. سعر التذكرة 22,500 دولار. الرحلة اللي فاتت كانت في مايو 2023. الخبر التاني معنا بيقول ان في طلاب في المدارس الثانوية اطلقوا منطاد لطبقة الاستراتوسفير، اطلقوا بالونين للطقس، وصلوا لاعلى الغلاف الجوي ورجعوا مرة تانية، ودي كانت المحاولة التانية ليهم. المحاولة الاولى حصل لها عطل فني، الرياح قطعت الحبال بتاعت المنطاد، لكن المرة دي البالونات وصلت لارتفاع 9750 متر، وكانت مجهزة بمستشعرات لتسجيل بيانات الغلاف الجوي وكاميرات لتصوير الأرض. البالونات طارت أكتر من ساعتين. تخيل عمر الطلاب اللي عملوا ده كله من 10 ل 16 سنة. الخبر اللي معنا بعد كده بيقول ان الجليد اللي في القطب الجنوبي فقد 74 تريليون طن في 25 سنة. زي ما سمعت بالظبط، ده اللي كشفت عنه عمليات غصد الأقمار الصناعية، والنتائج دي جاية من 100,000 صورة ردوية أظهرت أكتر من 40% من الرفوف الجليدية العائمة. حجمها انخفض بشكل كبير قوي من سنة 1997. تخيل من 162 رف جليدي في القطب الجنوبي انخفض 71 رف منها. والرفوف دي مهمة ليه؟ لأنها بتبطئ تدفق الجليد للمحيط، وبتعمل على استقرار الأنهار الجليدية، واللي حصل ده أكيد هيأثر على دوران المحيط، وكل ده بيترتب عليه تنظيم درجة الحرارة العالمية. الخبر اللي معانا بعد كده بيقول إن احتمال يتم توجيه أكتر من 1,000,000 قمر صناعي لمدار الأرض. السجلات بتقول إن كل الدول اقترحت إطلاق أكتر من 1,000,000 قمر صناعي متوزعة على 300 مجموعة ضخمة. شبكات زي ستارلينك التابعة لشركة سبيس اكس لتوفير خدمات الانترنت، والعدد ده اعلى ب 115 مرة اللي بيدور حاليا حوالين الارض. وساعتها هنحتاج لقواعد دولية علشان نعالج تحديات كتير قوي زي مخاطر الاصطدام والتلوث الضوئي والعودة للغلاف الجوي. في كوكبة في رواندا اسمها سينامون 937، دي تعتبر اكبر كوكبة اتقدمت للاتحاد الدولي للاتصالات. تخيل 337,320 مكون، ده بيسلط الضوء على قلق اكبر، وهي الكمية الهائلة من الايداعات في قاعدة بيانات للاتحاد الدولي للاتصالات. معلش الاخبار قليلة اوي الفترة دي بسبب الحروب اللي في العالم كله. لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت تكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.